خلال 33 سنة قد تصلب على المراوغة والكذب. يستطيع علي صالح أن يخلع نظارته السوداء التي لا يرى فيها سوى أنصاره في السبعين، وهو يدعو غيره لذلك ليرى بنفسه المد الثوري الهائل المطالب بإسقاط نظامه ورحيله الفوري في شارع 16 محافظة أخرى، منها محافظة إب. ذو الإباء أبت إلا أن تؤكد حضورها الثوري الفاعل، وقد احتشد أبناؤها من كل حدب وصوب في جمعة مليونية تاريخية تعميقا لوحدة الشعب الصامد من صعدة إلى المهرة، وقد توحد لإسقاط النظام وصمد في وجهه أكثر من 100 يوم. لقد أعدتم بثورتكم وحدة القلوب والدماء والمواقف، ولهذا الهدف المشترك اليوم للشعب اليمني أصبح واضحا، وأصبح الشعب اليمني كالجسد الواحد. إذا سفك علي صالح دما في عدن اهتز له وانتفض له كل محافظات اليمن. نساء محافظة إب، وقد احتشدنا في جمعة وحدة الشعب، أكدنا على استعدادهن للتضحية والفداء بالغالي والنفيس لأجل الوطن المعطاء، وطالبنا دول مجلس التعاون الخليجي برفع الغطاء عن نظام صالح والانحياز لمطالب الشعب برحيله. نقول لإخواننا في دول الخليج قد عرفنا الحقيقة بأن شعب اليمن شعب جبار قوي صبر على الرئيس 33 سنة، وأنتم خلال هذه 3 أشهر ونحو الشهر الرابع لم تصبروا عليه، والآن لم تعرفوا حقيقته. ونحن نقول كفاية مبادرة، كفاية حلول، فالحل واحد هو رحيله، لا مرجع ولا نهاية، ولن نفرط بدم الشهداء. يعني وأبنائي وبناتي كل إحنا هنا في الساحة فداء لهذا الوطن ووفاء للشهداء، وأقدم روحي وأني وأبنائي وزوجي إلى فداء هذا الوطن. نقول لدول الخليج كفاية مبادرة، فنحن جميعا مستعدون بأن نضحي بأولادنا وأطفالنا وبأزواجنا وبإخواننا وحتى ولو ضحينا بأنفسنا. كفاية مبادرة، هذه رسالة مختصرة. مسيرات حاشدة لأبناء مديريتي المخادر وحبيش التحمت بالثوار قبيل صلاة الجمعة، كما شيع ثوار إب جثمان الشهيد رشاد الغشم أحد شهداء جمعة الحسم. وكانت إب قد شهدت حالة مد وجزر قبيل صلاة الجمعة بسبب منع بعض من أفراد الحرس الجمهوري والأمن المركزي المواطنين من أداء صلاة الجمعة في الخط الدائري، وهو ما لاقى رفضا قاطعا من قبل الثوار، ما دفع الرجل الأول في المحافظة القاضي أحمد الحجري للحضور والنزول عند رغبة الثوار. وقد حيا ثوار إب إخوانهم المرابطين من أبناء القوات المسلحة والأمن تحية الثورة. الشعب يريد إسقاط النظام. هشام هادي، قناة سهيل، محافظة إب.